حتى آيات القرآن قل هو الله أحد، تجد عندما تدخل بعض البيوت أحيانا في مدخل البيت يكتب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. 以至于有些人这个放置一些古兰经的词句在房间。هذه لا تجوز. 这样也不可以。 نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. 使者曾经禁止。 وكذلك نهى عنها السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه. 圣门弟子也禁止过，其中包括伊本马苏尔的也禁止这样做。 وهذه تفتح باب شر على الناس، لأن من رآك تضع هذه الأشياء يظن أنه تضع كل شيء. 这样可能会导致人们一些错误的猜测。 وفيها امتهان للقرآن، لأن أحيانا توضع على الأولاد هنا آية من القرآن أو اسم الله سبحانه وتعالى وقد يدخل بها إلى الحمام أكرمك الله. 因为有些人给孩子们或者在脖子上或者佩戴一些有安拉尊名的或者是有一些古兰经经文的一些东西，或许他们会佩戴着进入厕所等等一些污秽的地方。 الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نعمل به، لا نزين به الجدران. 安拉塔尔降世古兰经是 让我们去遵行古兰经，而不是用它作为墙上的装饰。那。